يمكن بكرة ما يجيش، يمكن أموت. إحنا وصلنا لمرحلة تعبنا أو حتى صرنا نتعايش مع موضوع القتل والموت بشكل جدا طبيعي. قلنا صوت كلاشنيكو. الفترات الانتقالية هي أخطر ما تمر بها الشعوب، يعني نحن نتحدث عن إرث حكم 33 سنة. يمكن أموت. قلنا صوت كلاشنيكو. احنا في معنا جدران كثيرة، يعني جدران مثل الطائفية، مثل العقائد، مثل الحروب. دفنوني بعيد، عدوني شهيد، وانا ذنبي الوحيد غنيت لي من جديد. مرت شهور طويلة على الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح. الدولة التي ثار اليمنيون من أجلها لم تتحقق بعد، والفترة الزمنية التي انقضت منذ سقوط النظام تمر ثقيلة ودامية. احنا نشعر بالحزن ايضا، يعني روحنا مدمره، مش الاخبار كلها سلبيه. قتل، قاعده، في الشمال معارك، في الجنوب معارك ايضا، يعني خليط من الدم فقط والسلاح. الدفع باتجاه بناء اليمن من جديد ما زال بطيئا، وهو مطوق بجدران من الأزمات البالغة التعقيد. لكن هل يكفي التحايل عبر اللون والرسم لتغيير واقع صعب؟ المرحلة اللي مرت اللي هي فترة الثورة كانت الجدران مساحة للنزاع، سواء كانت من ناحية أنها تضررت بشكل مباشر من بالقذائف والرصاص، أو حتى العبارات اللي كانت تكتب على الجدران. دائماً لما كنت أمر، يعني كمواطن يمني كنت أمر من هذه المنطقة وأشعر بالإحباط بشكل كبير جداً، لأن المنطقة يعني مصابة، الجدران حالتها مزرية. أنا كرسام أو لم يكن بيدي أو باستطاعتي إلا أن أعمل شيء واحد، أن أمسك الريشة وأنزل بالرسم وفعل دعوة بسيطة يوم 15 مارس لمن يستطيع أن ينزل الرسم، من معي اللي ينزل للرسم، فنزلت الرسم لوحدي. طبعاً استمرت في الرسم لمدة أسبوع إلى أن بدأ الناس في تقبل الرسم. كل يوم خميس أصبح زي المهرجان بالنسبة لهم، وينزلوا يرسموا في الشارع. أصبح كرنفال، كرنفال لوني. ليش ما ترسموا صور للواقع؟ للواقع هذا واقعنا الحين، سنتين ويرجع بعدين نشوفه على قدام. لا الحين ولا سنتين بس. هذا حكايته حكاية يا ابني. والله المفروض على الواقع، على الارهاب، على التفجير، على شخص يعني بيدمر وطن. مش عارف مش داري انا، مش عارف هذا واحد داري. شعب امي شعب ما يقرش ولا يكتب، مش فاهم هذا ما هو. اي خطاب مش داري. هذا واحد ضابع بالشارع يعني. في ناس اللي هم مرحبين بالفكره كثير، ويحبوا حتى يعطونا ملاحظات، هذه تعمل كذا، يشاركونا بالرسم على الرغم انهم ممكن ما يعرفوا شو يرسموا. بلون جدر شارعك احنا كنا حاسين ان احنا بنرمم ارواحنا المتعبه، لانه فتره سنه وخمسة شهور عاشها الشعب اليمني والشباب اليمني
كنا عندنا أمل كبير إن إحنا هنخرج من ذا القدر الذي مفروض علينا من عباءة 33 سنة إحنا عايشين تحت الظلم، يعني تحت الظلم والقهر فيها، إلا إنها الفترة الأخيرة فيها سببت لنا إحباط شديد. حاولنا نتجاوزه ونرجع للشارع من جديد. ساهمت المبادرة السياسية التي عرفت بالمبادرة الخليجية في إنهاء أزمة تنحي الرئيس صالح وتوحيد السلطة تحت إدارة الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي. لكن المرحلة الجديدة تواجه بعقبات أهمها التحدي الأمني. عادة الفترات الانتقالية هي أخطر ما تمر بها الشعوب يعني، وأسوأها من كل الجوانب، تركها ثقيلة جدا اللي تركها. يعني نحن نتحدث عن إرث حكم 33 سنة يعني، ومن الصعب أنه ينتزع يعني. نحن نرى هذا الإرث موجود في مصر، موجود، سيظل يحكم في ليبيا بشكل أو بآخر، فما بالك ببلد مثل اليمن ثقافته والإرث الإداري وإرث الاقتصادي كله في الحدود الدنيا يعني. في اليمن لا يزال النظام القبلي عماداً أساسياً في العلاقات السياسية والاجتماعية، خصوصاً في الشمال. في الجنوب، في زمن دولة اليمن الاشتراكي، كانت القبيلة حاضرة اجتماعياً، لكنها لم تكن عماد الدولة. بعد الوحدة بين اليمنيين مطلع التسعينيات، باتت القبيلة مكوناً رئيسياً في كل البلاد، وهذا ما ارتكز عليه الرئيس صالح في حكمه. كسب صالح دعم كبريات قبائل اليمن، أي قبائل حاشد، وعزز سيطرتها في الحكم، ولم يكن ليسقط نظامه لو لم ينشق قسم أساسي من تلك القبائل عنه. نحن في آخر سنوات حكم علي عبد الله صالح عدنا إلى نفس الوضع الذي استلم فيها الحكم هو بنفسه يعني، خلافات قبلية، نزاعات سياسية، ما يمكن أن يقال أنه حروب أهلية صغيرة هنا وهناك. لا يزال صالح يملك حضوراً قوياً عبر مجموعة من الأنصار والموالين في مجلسي النواب والشورى وبعض مراكز النفوذ القبلية، وهو ما يعتبره البعض إرثاً عائلياً لا يزال يعيق تجربة اليمن الجديد. يا حبيب دايجري، يا حبيب دايجري، قيل النظام الأسري، قيل النظام الأسري، يا هادي عجل بسرعة، يا هادي عجل بسرعة، ابن المخلوع لازم قلعة، ابن المخلوع لازم قلعة. نفوذ الرئيس السابق يمتد إلى القوات المسلحة. العميد يحيى صالح هو ابن شقيق الرئيس صالح وأحد ثلاثة أشقاء تولوا مناصب قيادية، وأحدهم تمرد على سلطة الرئيس الجديد لليمن قبل أن يقبل بتسوية تقضي بإقالته. ما يحدث في اليمن هو أزمة سياسية، لذا لا يوجد ثورة في اليمن، هذه تكون أمور واضحة، لا يوجد ثورة في اليمن. فيما يخص العائلة تحكم اليمن هذا غير صحيح، ولكن في ظل المماحكات السياسية من أجل رفع الخطاب السياسي التحريضي أطلق مصطلح العائلة. العائلة قيلوها، العائلة قيلوها، الأحرار ما يشتوها، الأحرار ما يشتوها، العائلة
لا يمكن اني اجي اطلع من البلد عشان ارضي اقليه. ما دمت انا لي شعبيه ولي حضوري اذا خلاص انا حسب قوتي وحسب حضوري اتواجد. انا ما عنديش استعداد ارضي اقليه في الشارع تقطع الشوارع على اساس ارضيها، يعني من تكون هي عشان ارضيها؟ يعني ليس سهلا فك الارتباط بين المؤسسه العسكريه اليمنيه والمكونات العشائريه القبليه. لقد ثبت الرئيس صالح خلال حكمه سلطة عائلته، فكان نجله يملك ما يشبه السيطرة المطلقة على ألوية الحرس الجمهوري والألوية الخاصة، كما تبوأ أبناء العائلة وقبيلة حاشد مراكز عسكرية قيادية. انقسم الجيش في بداية الثورة بعد انشقاق اللواء علي صالح الأحمر قائد الفرقة أولى مدرع والذي دعم الثورة، وهذا الانشقاق سبب شرخاً كبيراً في الجيش. السلطة الجديدة تواجه تحدي توحيد الجيش وفك الارتباط بين المؤسسة العسكرية والمكونات العشائرية والقبلية التي رسخها نظام صالح. مشكلة علي عبد الله صالح في الأخير أنه مفهوم بناء الدولة، مفهوم بناء دولة القانون لم يكن واضحا في ذهن من اللحظة الأولى التي تولى فيها الحكم إلى آخر لحظة. التطور والتغيير والأشياء اللي احنا نشتي نوصل لها ما هتجيش في يوم وليلة ولا هتجي في سنة، يعني حتى على مستوى الثورة كانوا يقولوا الشباب في بداية الثورة المصريين خلصوها في شهر، التونسيين خلصوها في أسابيع، إحنا لمتى بنظل؟ قلت لهم يا جماعة إحنا خرجنا نسقط نظام بكل مكوناته، مش رأس نظام. ولما تسقط نظام مش معناه إنه إذا سقط الرأس إنك أسقطت هذا النظام، وإذا أسقطت هذا الرأس باقي المشوار طويل قدامك. مشهد دام يتكرر يوميا تقريبا. انتحاري من تنظيم القاعدة فجر نفسه مخلفا ضحايا يرتفع عددهم أو ينخفض بحسب مكان وتوقيت العبوة. أحد حوادث الموت المجاني التي تتكرر في اليمن. ليس بوسع مراد وسحر ورفاقهما وقف عجلة القتل، لكن توجيه تحية للضحية أمر يرونه ضرورة. إحنا وصلنا لمرحلة تعبنا أو حتى صرنا نتعايش مع موضوع القتل والموت بشكل جدا طبيعي. نزولنا ووضعنا للجدار هو كان نوع من الإحساس إنه لازم أنتوا تحسوا إنه هذول الناس الذي بيقتلوا حرام يقتلوا، يقتلوا باسم من ولمن؟ يجب أن يعني أن يعود الشعب يتلمس أوجاع بعضه، يجب أن يكون في شعور بالآخر. يمكن بكرة ما نجيش، يمكن أموت قناصة أو كلاشنيكوف يمكن بكرة ما. أحمد قرر التخلي عن مهنة الطب التي درسها وتفرغ للغناء. يغني منذ العام 2010 مع أصدقاء له، وأطلقوا على فرقتهم اسم على بعد 3 أمتار. أو كلاشنيكوف هي 3 متر زوي على بعد 3 أمتار من المستمع، مهما كان يعني قريب 3 متر زوي على بعد 3 أمتار، وثلاثة أمتار أيضا هي تقريبا تساوي 6 أقدام تحت الأرض. وشددنا على هذا المعنى لأنه حصل الكثير من القتل وقضايا كثير نسيت وناس كثير ماتوا، فنحن
نحاول أن نذكر بأن الذين ماتوا لم يموتوا هباء، الذين قتلوا لم يقتلوا وتنسى قضيتهم. رجعت ليمن جديد، أنا كنت دايما سعيد متفائل في الحياة. نسيت القضايا وهمشوا الأهالي، والأمهات يعني لا زالت تبكي على أبنائها لكن بدون أي وعي تجاه القضية، مش تجاه الإنسان فقط، تجاه القضية. يا أمي الحبيبة بكون لك الشمعة، بس وقف الدمعة، ليش تبكي ليش؟ أنا كنت دايما سعيد متفائل في الحياة. لعل تنظيم القاعدة هو الجدار الأصعب الذي يحيط بتجربة يمن ما بعد الثورة. يخوض اليمنيون حرباً طويلة ومكلفة ضد التنظيم، والذي يطلق أعضاؤه على أنفسهم اسم أنصار الشريعة. في مرحلة الثورة والانقسام استغل التنظيم حال الفوضى، وتمكن من تثبيت سلطة على ما يشبه الدويلة في محافظة أبين جنوب اليمن، قبل أن يتمكن الجيش اليمني مدعوماً بطائرات أمريكية بلا طيار من إخراجه. لكن خروج التنظيم من منطقة لا يعني نهايته بعد. في تصوري تنظيم القاعدة ما يزال موجود وخطرة، ما يزال أيضاً قائم، ولا أتصور أن العملية الأمنية والعسكرية لوحدها يمكن أن تقضي على تنظيم القاعدة. حتى لو هزم على أرض أبين، ما يزال الأشخاص موجودين، والفكر الذي يمتلك عناصر القاعدة لا يمكن أن تزيله بعملية أمنية. فكر، أشخاص عندهم اعتقاد قوي وفكر يصعب إزالته من عقولهم. أحمد الضباعي من مدينة جعار في أبين خبر تماماً ما يعنيه العيش تحت ظلال إمارة قاعدية. كان يصور ما يسمح له بتصويره من تلك الحقبة، ويحاول تسجيل ما حدث من تغيرات في مدينته. أنت طرحت أنا يعني أمان لي تحتها في تنفيذ الأحكام، كان منع على التصوير في 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 أمور كثيرة، كان ممنوع أي واحد يقترب إلا إذا كان مبايع أو مناصر. في أرشيف أحمد صور مرعبة عن أداء دولة القاعدة في مدن أبين، تبدأ بمشاهد جثث وأحكام بقطع اليد، ولا تنتهي بصلب شخص اتهمته أنصار الشريعة بأنه يتجسس عليها. شخص صلب هنا بتهمة التجسس، كان ممنوع أي واحد يصور، لكن بعد ما خرجوا هم متخوفين من التصوير، انه ما شيك تصورنا، بتصور لمن وايش بتقول كمان؟ يعني مثلا انا اذا صورت قطع يد وارسلته القناه وصار كلام مش على الحكم ليش نفذ، لا صار في سخريه على قطع اليد، فهي سخريه من شرع الله. شرع الحكم حط قاطع في بعض. يلتقي أحمد بأشخاص عايشوا حكم أنصار الشريعة، من بين هؤلاء ناصر الشيباني الذي كان يعمل حارساً في المحكمة حين كانت أنصار الشريعة تقضي وتنفذ أحكامها. حاجة فرضت عليهم الناس، شوف رب عليك ايش بتصلح؟ ما تحتكم غصب عنك، سواء رضيت أو أبيت. إذا رجعت أنصار الشريعة معناته أنه فرض واقع، وإذا راحوا معناته فرض عن آخر، أقوم واقع. يعني أقوم أنصار الشريعة يحكموا بشرع الله، وقالوا يلا حكم، واحتكمت الناس وبيت الناس تتحاكم الذين عندهم قضايا. الحرب ضد القاعدة واحدة من أعقد الملفات التي تعوق نهوض اليمن. إنها حرب دموية بما تعنيه الكلمة،
مدن دمرت تقريبا بأكملها في محافظة أبين، من بينها زنجبار وجعار. في اليمن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من قراهم جراء النزاعات المستمرة في البلاد، سواء تلك المتعلقة بالحروب مع القاعدة أو بسبب أزمات أخرى. قلة من هؤلاء تمكنوا من العودة. لكن لماذا نما التنظيم في اليمن بهذه القوة؟ وأي مسؤولية يتحمل نظام علي عبد الله صالح في هذا الملف؟ علي عبد الله صالح من 2000 من بعد حادثة كول إلى 2003 بدأ ينشط التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وحقيقة وبدأ ينشط القدرات الأمنية الداخل الوطنية هنا يعني. ونستطيع أن نقول بين 2003 و2005 كان هناك عمل أمني رائع جدا ممتاز، عمل أمني محلي يعني وطني، يعني الخبرات الأجنبية والأمريكية فيه محدودة جدا يعني، وتم فعلا تجميد القاعدة وتهميشها، وكان هناك رضا كبير دولي عن علي عبد الله صالح. لكنه وجد في نهاية 2005 أنه كما لو أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يزيد عن أن يقول له شكرا جزيلا وكثر الله خيرك حاربت القاعدة، ولن يقدموا له شيئا. عندما شاف المسألة بهذا البساطة وأنه سيتقدم له شهادة تقدير يعني فقط، أعتقد أنه قرر تغيير استراتيجياته من بداية 2006. القاعدة كبر ونمي تحت سمع علي عبد الله صالح وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية والإقليمية أيضا. الرئيس علي عبد الله صالح كان يعلم مخاوف الغرب بخصوص تنظيم القاعدة، ويعلم مخاوف الداخل أيضا. هو كان بيراهن على الملف هذا واستخدمه. الكفاف هو ما يعيش عليه خالد سعسعي. يرتزق من أشغال بسيطة، لكن في منتصف عام 2012 دانته جماعة أنصار الشريعة بتهمة سرقة ذخيرة ونفذت فيه حكمها. ما جيت محاكمة، هم غدا حكام بنفوسهم، حكام بنفوسهم مسكوا يدي قطعوها وخيطوها وخلاص. ثاني يوم روح هذا نينو خلت أمه هبت. وين أمه؟ قاعد ما في مصاري ماشي بروح عند أهلي. هربت؟ عند أهلها هبت. قتلت النينو. شلت النينو. ما في مصاري، أنت ما في شغل، ماشي اشتغل مع أي حاجة. يقتلها كنت تتفرج عليه، ما يقدر واحد يتكلم. يدي هذه توقع، أنا أقولش يدي ما أقدر نام فيها توقع. لما عدت أحتمل هذا العناء بعد أن قطعوا يدي السمراء، خبزا قصدت لألعن جوع الشتاء. في أكثر من 20 حادثة قطع يد حصلت في أبين منذ العام الماضي إلى الآن، فغنينا قطعوا يدي السمراء، وهذا يعني احتجاج على هذا النوع من الممارسات غير الإنسانية. هموا علي ولم يسألوني هل تناولت طعام العشاء. هذا المشهد يكاد يصبح مألوفاً في اليمن، لكن هنا في الحديدة تتضاعف معدلات الفقر والأزمة الاجتماعية لتبلغ الذروة على مستوى البلاد. نصف سكان اليمن تقريباً يعانون أزمة غذائية،
تتفاقم يوما بعد يوم بصورة تقرب من صومال آخر. هناك مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من ضمور في الجسد والنمو جراء ضعف التغذية. مستقبل قاتم ينتظرهم في بلد تجاوزت فيه معدلات سوء التغذية الخط الأحمر العالمي. استوت أنشاط، استوت لعب أكثر. سوء التغذية العام حوالي 32%، وهذه طبعاً نحن عارفين أنه عالمياً الخط الأحمر يعتبر 15%، فللأسف الآن نتيجة هذه المؤشرات نحن نعتبر ضعف الخط الأحمر العالمي. وإذا يعني تمت عدم الاهتمام لها أو شيء بتكون فاجعة بعد كم سنة. هنا يختلط الريح بالطعام القليل بالرمل، لا ماء ولا كهرباء، والحرارة في أيام الصيف تبلغ حدوداً قصوى في بلد يعيش نحو 40% من سكانه على أقل من دولارين في اليوم الواحد. سعدية من هؤلاء، ولدها حسام يعاني ضعفاً مزمناً جراء سوء التغذية، وهي كانت فقدت ولداً سابقاً بعد ولادته بشهرين. زوجها سافر بحثاً عن عمل، وهي تكابد لتأمين قوت ولديها. طبعاً ما يرقدش ويمشي يدوج، بس ما يأكلش، مأكل ما فيش مرة، خايفة عليه. وأخوه واحد قبله مات. لعل الأزمة الإنسانية من أصعب الجدران التي تطبق على اليمنيين. أم أشرف لديها 5 أولاد يعاني بعضهم جراء ضعف التغذية. شاي يلا، خبز وشاي. خبز. عندكم مي، كهرباء؟ كيف عايشين بالبيت؟ ما معناش، نحن فوانس. فوانيس. أيوة. يعمل الأب مياوماً لكن لا يوفق في أحيان كثيرة. يتحايل على طلبات الصغار ويعجز أمام أوجاع تعانيها فايزة ابنته، التي لا تجد سوى دموعها سبيلاً للترويح عن آلام لا تعرف أسبابها، ولا تملك العائلة المال اللازم لعلاجه. جسمها كله وجع. جسمك بيوجعك؟ من إيش؟ ما تقدر تتحرك. لكن كيف وصل الحال في اليمن إلى هذا الدرك؟ وهل الشهور التي أعقبت الثورة هي التي سببت هذا التدهور المخيف؟ وزارة التخطيط بلغت علي عبد الله الصالح في عام 2007 أن احنا على أبواب الفشل، يعني أن البلد على أبواب الفشل، طبعا الفشل الاقتصادي المقصود، يعني هذا كان دليل على عجز فظيع في أداء نظام علي عبد الله الصالح وفي أداء حكومته. يعني إن الرئيس علي عبد الله الصالح طوال السنوات الماضية، طوال 33 عام، أخذ يسمن في مجموعة محدودة من الأشخاص، بيوت محددة هي التي استحوذت على الثروات وعلى المناصب وعلى الأموال، بينما أغلب الشعب يعاني الكفاف. الوضع بالفعل خطير 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 إلى درجة جعلت المنظمات الدولية والدول المانحة تستشعر هذه الخطورة، وإحنا هنا مش مستشعرينها. النظام نفسه مش مستشعر حجم الكارثة التي تمر بها البلد. الشعب الذي يملك ترسانة الأسلحة أكثر من، يعني يمكن ما يملكش قوت يومه ويملك ترسانة أسلحة في بيته، يعني في كل بيت ما لا يقل عن 3 قطع. السلاح وفير في اليمن، وانتشاره سهل الكثير من الحروب والمعارك، منها ما هو محدود وكثير منها ما كان دموياً ومزمناً. أعتقد أنه الحدث الأقوى هو اللي باقي يظل، إن كان وجود ثقب الرصاص، وهذا أنا أظن أي إنسان هو يحاول أن ينسى هذه الأمور حتى لو كانت قوية جداً، أو وجود اللون في مكان ثقب الرصاص أو تحويله إلى زهرة أو إلى عمل فني. المستقبل الضبابي،
الطائفية دخلت بشكل مخيف الآن، وهذه أهم جدار ممكن يواجه اليمن. جدار الطائفية التي يخشاها مراد يثير مخاوف كثيرين في اليمن، خصوصاً مع استمرار أزمة الحوثيين في محافظة صعدة في شمال البلاد، حيث تسيطر الحركة الحوثية على مساحات واسعة منها بعد أن نجحت عسكرياً في فرض سيطرتها. الحوثيون أو أنصار الله كما يطلقون على أنفسهم هم حركة سياسية دينية انطلقت مطلع التسعينيات وترفع شعار محاربة أمريكا والصهيونية، وهو شعار يعتبره الحوثيون محور فكرهم ونهجهم. الحركة الحوثية خاضت أكثر المواجهات دموية خلال العقد الأخير في اليمن، ما سبب سقوط أكثر من 100,000 قتيل على امتداد 6 حروب خاضتها الحركة الحوثية ضد نظام علي عبد الله صالح. نحن لا نقول بأننا دولة، ولكننا نحمي أنفسنا. لدينا تجربة سيئة مع هذا النظام ومع بعض المتعاونين مع هذا النظام، يستهدفوننا وإلى اليوم يستهدفوننا. الجماعة الحوثية اتهمت الحكومة بالتمييز ضد الزيدية، وهو المذهب الذي تنتمي إليه، بينما اتهمت الحكومة الحركة الحوثية بالتخطيط لإسقاط الحكم وإقامة نظام إمامي بدعم من إيران. احنا جزء من هذا البلد، واحنا زيدية في الأصل، وكنا نعمل في هذا الإطار في خدمة الفكر الزيدي وفي خدمة ما يعني نشر فكرنا وكذا، ولكن بصورة يعني بصورة سلمية وبصورة هادئة مثل ما أي جماعة تعمل، وكنا نعمل على هذا الأساس إلى أن ضيقنا في أكثر من مجال. مشكلة صعدة بدأت في 2004، حتى اليوم رغم مرور 7 سنوات أو أكثر كثير من اليمنيين لا يعلموا ما هو سبب حرب صعدة، ما هو السبب الحقيقي. الحوثيين الآن من 2004 حتى اليوم أصبحوا أكثر قوة وأكثر نفوذ وأكثر سطوة، مع أنه ما كانوا بهذا المستوى لا من حيث التسليح ولا من حيث العدد ولا من حيث الوجود والسيطرة. الآن هم مسيطرين على محافظة صعدة بالكامل، لم يكن هناك أي داعي للحرب مع الحوثيين. اتهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحوثيين بأنهم مدعومون من إيران التي تحاول خلق نفوذ لها في اليمن. بدأت الاتهامات، سيل من الاتهامات، هذا إيراني، هذا شيعي، هذا مجوسي، هذا فارسي. بالنسبة ل كما يسمى محور الاعتدال أو محور المقاومة والممانعة، حقيقة أننا كأشخاص وليس كجماعة نتبنى موقف المقاومة، وأي إنسان حر، أي إنسان له كرامة، يجب أن يكون في هذا المحور، في محور الممانعة، في محور المقاومة، وليس في محور الانبطاح والتبعية. فهذا موقف طبيعي جدا، وحتى أننا لسنا مع موقف إيران وحدها أو حزب الله أو حركة حماس، حتى مع موقف شافيز وهو من فنزويلا في موقفه تجاه أمريكا. الدعم الإيراني موجود، مش بس في صعدة، موجود أيضا في الجنوب، موجود في صعدة وموجود في الجنوب. الإمكانات المتوفرة إمكانات غير عادية. بعد سقوط نظام علي عبد الله صالح لا تزال مشكلة صعدة عالقة، ولا يزال آلاف من النازحين الذين فروا من الحروب المتعاقبة خارج قراهم لا يشعرون بالطمأنينة ليعودوا. المحافظة حوالي 250,000 نازح. جت هجوم على البيوت، على بيتي بالرصاص، فانسحبت أنا وأسرتي معي بنت معاقة، بنت 15 سنة،
واحد من اخوانها حاملها هي موجوده، وهاربين الى التجأنا الى مكان قريب. هم وصلوا على البيت فجروه، هذا معي صور عندي في التليفون من تصويرهم، هم فجروا لنا البيت واخذوا السياره واخذوا كل ما نملك، فتهربنا تهريب يلا من صعده. لو روح صعده بيقوموا باعتقالنا وقتلنا. هم بشكلوا دوله داخل دوله، الان الحوثيين مدولين الدوله ما لها اي قيمه في صعده. هم ادوا محافظ منهم، وهم ادوا مدراء عموم منهم، واللي ما يواليهم ما له مكان، وهذه عرضهم القتل. المسألة الحوثية واحدة من قضايا عدة لا تزال عالقة في اليمن من العهد السابق، وهي تحير الباحثين الذين يعتبرون الحروب الستة التي خيضت بمثابة حروب عبثية أزهقت أرواحاً كثيرة من دون قضية. كان في رغبة أيضاً لدى النظام أنه يضرب الحوثيين بالإصلاحيين والجنوبيين بالقاعدة، يعني في خلط الأوراق. الرئيس السابق علي عبد الله صالح اعتاد على خلط الأوراق بالذات في الجانب الديني، شوية يدعم الحوثيين، شوية يدعم السلفيين، شوية يدعم الإخوان، شوية يدعم علشان بمجرد ما يقوى طرف يدعم الطرف الآخر يواجهه، وهكذا طوال سنوات ماضية. اليمني متعود على على الأزمة ومتعايش معاها. احنا من فترة الثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر وما بعدها، وحتى الآن مع الشعب اليمني ما عاش مرحلة استقرار طويلة أو حتى سلام داخل دي البلاد. إحنا في حروب متواصلة وفي أزمات متواصلة، بنخرج من ثورة بندخل على مشاكل، على حروب أهلية، على صيف 94، على حرب الحوثي، على ففترات متواصلة من الحروب والأزمات اليمني متعايش معها. متعايش معاها تماما. يشعر اليمنيون بالتعب فعلا، أزماتهم تكاد لا تنتهي حتى باتت تطوقهم كجدران صلبة. هنا في عدن تقيم واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه يمن ما بعد الثورة، إنه ملف الجنوب. دعوات الانفصال والعودة إلى زمن دولة الجنوب حاضرة أينما شاح البصر، دعوات تحولت في كثير من الأحيان إلى صدامات مسلحة ودموية مع النظام. هناك أطراف في العملية السياسية نستطيع أن نقول أنها جادة، يعني مشروع الانفصال عندها جاد، مثل علي سالم البيض والقوة التي تقف معه. يعني هناك أيضا أطراف عقلانية جدا، يعني تتحدث الآن عن الفيدرالية كحل، يعني مثل شخصيات كبيرة ومؤثرة كالرئيس السابق علي ناصر محمد والرئيس السابق حيدر أبو بكر العطاس، لكن حقيقة ما يطرحونه لا زال في الإطار الآمن. يعني هم مدركين لما أن المجتمع الدولي يضع الوحدة اليمنية كخط أحمر لا يمكن تجاوزه، المجتمع الدولي أيضا المحيط الإقليمي، وهذا هو التطور الأهم، يعني المملكة العربية السعودية ودول الخليج وصلت اليوم إلى قناعة عكس قناعتها في 94، وصلت اليوم إلى قناعة أنه الوحدة اليمنية صمام أمان لاستقرار الجزيرة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الوحدة اليمنية اليوم يتم التأكيد عليها عبر القرارات الدولية. يعني لذلك في تصورنا أنه المسألة ما يتعلق بالجنوب سيأخذ مخاض صعب. بعد الوحدة عام 91 عاد الرئيس علي عبد الله صالح وخاض أكثر من معركة لتطويع القيادات الجنوبية. علي عبد الله صالح مشكلته انه بس فقط كان يريد ان يتفرد بالحكم، يعني لا يريد اي صوت الى جانبه، لا جنوبي ولا غير جنوبي، يعني
يعني شريك في الحكم، أقصى الكل كما قلت لك، أقصى الاشتراكيين السابقين، ثم أقصى القوى التي وقفت إلى جانبه يعني همشها، وبالتالي أصبح هو المتفرد. الدكتور عبد الحميد شكري طبيب وناشط سياسي وناطق باسم الحركة الجنوبية التي تنادي بالانفصال عن الشمال. نشط في تحركات الحراك الجنوبي ومواجهاته مع السلطة، واعتقل مرات عدة بسببها في عهد الرئيس صالح. دخلنا سجون نحن كلنا، أخذونا بطيارات، أنا طبيب أخذوني من غرفة العمليات وأنا عالق الجرحى، أخذوني بطيارة عسكرية صنعاء حطوني تحت الأرض شهر كان لأني عالقت الجرحى. اليوم شعب الجنوب يبحث عن نفسه، لأن شعب الجنوب من وقعه في هذه الكارثة هو القيادة السابقة. ما زلنا حتى الآن نعاني من الاضطهاد السياسي، حتى من حكومة الوفاء، حتى في الألقاب العلمية لنا في الجامعة. أنا عندي لقب علمي مقدم كل الأوراق بشانه من 2008 حتى الآن، رئيس الجامعة اللي هو الآن عضو لجنة الحوار طارح أوراقي في الدرب. الذي حصل في الجنوب نتيجة لأنه الرئيس علي عبد الله صالح لم يستشعر خطر ما يحدث في الجنوب من عدة سنوات. بدأت المشكلة بمطالب حقوقية، الناس مبعدين من وظائفهم، بديهي أنهم يصيحوا، بديهي يخرجوا للشارع ويتظاهروا. الأراضي في الجنوب تنهب، كان كل ما يحلوا مشاكل الجنوب ينزلوا يجيبوا مجموعة من المشايخ والقيادات العسكرية ويصرفوا لهم فلوس وسيارات وخلاص وانتهينا. هذا لا تحل مشكلة الجنوب. أنت كان ممكن تحل مشكلة الجنوب بأنك تعيد الناس إلى وظائفهم، بأنك تعيد ما نهب من أراضيهم وأملاكهم، لكن مش بالفلوس. الفلوس الذي تذهب لأشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع. قضية شعبنا في الجنوب هي القضية الرئيسية التي فجرت الأزمة أصلا في اليمن، وطالما لم تكن هناك معالجة باستعادة حق شعب الجنوب في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة لن تكون هناك حلول ولن تحل هذه الأزمة، وستظل عملية عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام قائمة. كباقي مجتمعات دول الثورات يحاول اليمنيون تلمس الطريق نحو دولة الحرية التي ينشدونها. احنا بالنسبة لنا في اليمن ربما البلد الذي سيواجه الصعوبات الأكثر تعقيدا والأكبر في عملية الانتقال لدولة القانون. نعتقد المصريين سيتجاوزوها قبلنا، والتوانسة والليبيين وكذا. نحن الإرث الذي لدينا إرث معقد، الإرث القبلي، الإرث المشيخي، الإرث الاجتماعي، الإرث السلاح، الإرث الجاه، الإرث الأمية يعني. لكن إذا قابلت شباب الثورة ستثقي مثل ما أثق أنا أيضا، وأنا كنت واحد من المحبطين اليائسين من أنه يمكن البلد هذه يحدث فيها تغيير يعني. لكن عندما أقعد مع هؤلاء الشباب يعني تنتعش الآمال في نفسي. في أشياء إيجابية كثيرة داخل هذه الثورة اليمنية، أنا مؤمنة تماما أننا إحنا مش هنلمس أثرها الآن، لكن هنلمس أثرها على سنوات فيما بعد. يعني مسألة إن الشعب ينزل للشارع ويقول لا، أنا أريد وأريد وأريد وأريد، هذا الوعي الذي انخلق في الشارع وانخلق لدى المواطن اليمني بيكون له أثره فيما بعد. حطمت جدران كثيرة الثورة. لون حياتي لون حياتي.
الواقع يجب أن يطرح بتجرد تام، المستقبل يجب أن يطرح بأكثر رومانسية وأحلام. لابد من الحلم وإن ساء الوضع جدا، لابد من أنه يجب على الإنسان أن يظل يحلم حتى لا يموت. لون حياتي حطم اليمنيون جدرانا كثيرة ويسعون لإزاحة أخرى ولو كانت البداية قوة صغيرة. لون حياتي لون حياتي لون حياتي.